نشرة الأخبار مع أحمد الحسن وإسلام حسن. نشرة إخبارية مفصلة، حياكم الله، نبدأها بالعناوين. في نصب الشهيد تشيع الرسمي ل 104 شهداء إزيديين، والرئيس صالح يعد الجرائم جرحا لكل الوطن. الحلبوسي يعلن استمرار عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة وتخصيص مبالغ للمحاضرين والعقود والأجراء. أغلبية المتقاعدين قاصيهم زين، ما شهرين قطع، ما شهرين ما ليش، ما حد يعرف. المتقاعدون يتفاجؤون باستقطاعات في رواتبهم، والهيئة توضح وتعزو السبب لخلل فني بمصرف الرافدين. في 21 دولة المفوضية تستعد لفتح مراكز لعراقيي الخارج، والصين تقدم أجهزة حديثة لدعم الانتخابات. أهلا بكم. شارك رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين والوزراء بمراسيم تشييع عدد من الضحايا الإزيديين الذين استشهدوا على يد داعش الإرهابي في نصب الشهيد ببغداد. الرئيس صالح أكد أن ما حصل ضد أبناء مختلف الأديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، مشيرا إلى أن الانتصار للضحايا واجب الدولة في إنصافهم. من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إن السلطة التشريعية تعمل على حفظ حقوق جميع المكونات، ولا سيما الإزيديون لكونهم الشريك الأصيل، من خلال سن التشريعات العادلة التي تثبت المساواة الكاملة بين جميع أبناء الشعب، مجددا المضي بتشريع قانون الناجيات الإزيديات في المدة المقبلة بما يضمن حقوقهن المعنوية والمادية وتأهيلهن ورعايتهن. هذا وجرت في العاصمة بغداد مراسيم تشييع رفاة 104 إزيديين قتلوا على يد داعش الإرهابي عام 2014. مراسيم التشييع شهدت حضور رئيسي الجمهورية والوزراء وأعضاء في الحكومة ومجلس النواب وممثلين عن بعثات دبلوماسية والأمم المتحدة. بحضور رسمي وشعبي ودولي شيعت رفاة 104 شهداء أيزيديين ممن كانوا ضحية وحشية تنظيم داعش الإرهابي بعد العثور عليهم في مقبرة بقرية كوجو التابعة لقضاء سنجار. ضوء الشهداء شاد باهتمام الجهات المسؤولة في العثور على أبنائهم المغدورين، فيما أكد الحاضرون مضي مجلس النواب في تشريع قوانين تلبي حاجة الأيزيديين. عندي 5 ضحايا وكلهم ضحايا، أهلي وناسي وأخوتي وعمامي. الوضع الأمني زين الحمد لله، بس والله يعني يراد له يعني أعمار. هذا التشييع هو رسالة تضامن ووحدة ومحبة لكل أبناء الشعب العراقي، ومثل ما شفتوا حضور رسمي من أعلى قيادات السياسية في الدولة العراقية. مجلس النواب العراقي ساعي في إقرار التشريعات الضامنة للمكونات الأصيلة في المجتمع العراقي، وخصوصا المكون الأيزيدي في قانون الناجيات الأيزيديات. الحكومة من جانبها شكلت لجانا مشتركة لمعرفة متطلبات العوائل الأيزيدية في سنجار والمناطق الأخرى، كما وعملت على إعادة النازحين منهم إلى مساكنهم التي دخلت في طور التأهيل والإعمار ضمن الخطط الحكومية الموضوعة، في حين تبقى مسألة المقابر الجماعية والمختطفات من أولويات عمل اللجان المكلفة بإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي يسكنها
هذا المكون. عودنا ما يقارب 11,000 عائلة إلى قضاء سنجار، ولدينا عودة تقريبا يومية ما يقارب إلى 10 إلى 30 عائلة، بعد أن يتم التنسيق مع منظمات دولية لإعادة تأهيل منازلهم، شمولهم أيضا في المرحلة القادمة بمشاريع مدرة للدخل. اليوم إن شاء الله بعد تشيع هذه الجثامين الطاهرة لأبناء المكون الكريم الأزيديين، سوف نباشر بتشكيل غرفة عمليات في قرية كوجو ضمن القاعة الرئيسية. تم الاتفاق مع أهالي القرية من أجل ترويج معاملاتهم التقاعدية بالنسبة للشهداء اللي تم تعرف على نتائج الDNA. معاناة الأيزيديين من جرائم ارتكبته عصابات داعش الإرهابية بحقهم لا تقف عند هذا الحد، بل هنالك الكثير من المقابر الجماعية التي يجري البحث عنها في محافظة نينوى، فضلا عن مصير المختطفات اللاتي لا يعرف مصيرهن حتى الآن. فالحكومة والبرلمان والمنظمات الدولية كشفت حجم الجرائم الوحشية التي طالت هذا المكون في المحافل الدولية، وتعمل على تفعيل القوانين والقرارات الداعمة لهم. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الإخبارية. سلسلة جرائم ارتكبها داعش الإرهابي ضد أبناء المكون الإيزيدي يستعرضها لنا مؤيد الفردوسي. لا تزال جرائم داعش الإرهابي عالقة في الأذهان وجرحا لا يندمل في جسد العراق. ارتكب داعش الإرهابي أبشع الجرائم ضد الأيزيديين. الإحصائيات المحلية والدولية تشير لوجود أكثر من 500,000 مواطن أيزيدي في العراق. اعتداء داعش الإرهابي تسبب بنزوح أكثر من نصف عددهم في العراق. في الأيام الأولى من هجوم داعش الإرهابي سقط ما يقارب 1,300 شهيد أيزيدي. اعتداء داعش الإرهابي خلف آلاف الأيتام. عشرات المقابر الجماعية اكتشفت حتى الآن في سنجار. حتى المزارات والمراقد الدينية لم تسلم من الإرهابيين. الآلاف من الأيزيديين اضطروا لمغادرة البلاد. أكثر من 6,000 مواطن أيزيدي اختطفهم الدواعش. نحو 3,500 مواطن أيزيدي نجوا من قبضة داعش الإرهابي. ما يقارب 3,000 مواطن أيزيدي ما زالوا مختطفين. مويد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن ممثل المكون الإيزيدي في مجلس النواب سيدة صائب خضر. مرحبا بك سيادة النائب في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا. منذ سيطرة داعش على مناطق متعددة لا سيما في سنجار 2014 حتى اليوم، تصدر الإيزيديون نشرات الأخبار والمواقع العالمية والدولية في مستوى الظلم الذي تعرضوا لها، لكن ماذا عن الموقفين الحكومي والتشريعي؟ كيف تقيمه حتى الآن؟ شكرا جزيلا لكم وللقناة العراقية وللمشاهدين الكرام. تحية. حقيقة يعني اليوم كان لدينا تشييع ل 104 من الرفات والذين قضوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في قرية كوتشو التي تم إبادتها، بالإضافة إلى قرى إيزيدية كثيرة في سنجار. الحضور الرسمي كان شيء جيد، وكان معنويا للإيزيديين شيء كبير بأن يحضر السيد رئيس وزراء، السيد رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان بسيد النائب الأول. إلى أي مدى العمل الحكومي والعمل التشريعي؟ حقيقة لا نستطيع أن نجزم بالإيجابية في هذا الجانب. ما زال الجانب الحكومي وتحديدا الحكومي والخدمي والأمني والإداري في سنجار طبعا متباطئ بشكل كبير. الحكومة بحاجة إلى برمجة هذا الدعم المعنوي الذي رأيناه اليوم أن يكون ببرمجة واقعية على أرض الواقع. نحن منذ 2015 لحد الآن، منذ تحرير سنجار طبعا، لا يوجد شيء محرك وملموس على أرض الواقع. سنجار منطقة يتصارع عليها محليا إقليميا، أيضا تخضع إلى خلافات المركز والإقليم، كثير من القضايا حقيقة أرلقت بظلالها على سنجار. هل ترى أن يعني خصوصية سنجار والتجاذبات الدولية والإقليمية والداخلية قد تكون مبررا للأمور التي تحدثت عن تأخر تنفيذها من قبل الحكومات؟ طبعا أكيد، ولكن نحن بحاجة إلى
لكي يجب أن نعطي وصف إلى سنجار. نعم. سنجار بغض النظر عن الأشخاص والإيزيديين اللي موجودين فيها، هي تمثل رمزية إيزيدية، مكانة إيزيدية، كأي مكانة مهمة بالنسبة لباقي المكونات. سنجار بالنسبة للإيزيدية مكانة مهمة تاريخيا، نحن مرتبطين فيها. الإيزيديين أغلبهم كانوا من سنجار وتوزعوا نتيجة حملات الإبادة، فبالتالي رمزيتها كمكانة يعني منطقة هي رمزية إيزيدية كبيرة، فبالتالي من الأهمية أن يكون هناك اهتمام. صح الصراعات المحلية الصراعات الدولية، ولكن لا يمكن أن تمثل مبرر. مثلا اليوم يجب أن نفصل الجانب الخدمي والإنساني عن الجانب السياسي. لكي أقول لك مثال، اليوم الدوائر الخدمية في سنجار معطلة من قبل الحكومة المحلية في نينوى محافظة نينوى، وأيضا بعدم وجود اهتمام أيضا من قبل الحكومة. ما علاقة دائرة التعويضات بصراعات محلية وإقليمية؟ ما علاقة تبليط شارع؟ ما علاقة بناء مدرسة؟ ما علاقة بيوت؟ ولكن مع الأسف في سنجار يتم دمج البعد السياسي مع البعد الخدمي والإنساني، وهذا أثر حقيقة على الناس. اليوم لدينا الإيزيديين أغلقت الكثير من المخيمات، وما زال مخيمات الإيزيديين لحد الآن لا تغلق لأسباب طبعا سياسية وعدم توفير بيئة آمنة في سنجار لعودته. طيب يعني سيادة النائب، بالنسبة لإقرار قانون الناجيات الأزيديات يعني لحد الآن متأخر، لم يتم إقراره، ما الأسباب في تأخره؟ طبعا قانون الناجيات أنا أعتقد هو من القوانين التي سوف يمثل مكافأة للإيزيديين وتحديدا الناجيات. لدينا 3000 ناجي وناجية من تنظيم داعش. أعتقد سوف يكون هذا القانون الذي عملنا عليه نحن مع لجان مختصة في مجلس النواب وجهات مدنية ودولية في تصويب ومقترحات مهمة. نعم. بالنسبة للناجيات، وهناك مقترحات جدا مهمة في هذا القانون. إذا طبعا نتطلع، هناك وعد برلماني، لا بس أن نستعرض يعني بعض ما ورد طبعا أكيد طبعا نتطلع. نعم. ابتداء إلى دعم الكتل السياسية، هذا يعني اليوم احنا نرد جميل معنوي. يعني انا يعني كل قانون لابد ان يحوي على تطلعات لجهات اخرى او نقوصات في بعض الاحيان، ولكن نحن بحاجه الى دعم معنوي، ان نقدم نحن كبرلمان عراقي ككتل سياسيه كزعامات ان تهدي هذا القانون للناجيه الايزيديه والناجين من تنظيم داعش، بدون ان ندخل في بعض التجاذبات السياسيه التي تعرقل هذا القانون. ما الذي يتضمنه يعني القانون؟ طبعا حقيقه يتضمن جمله من القضايا المهمه. ابتداء سوف يمنح راتب للناجيات الإيزيديات، سوف يمنح لهم قطعة أرض مع قرض سكني، سوف يستثنيهم من شروط العمر بالدراسة. كثيرات من عدهم منهم اختطفوا، وبالتالي من عد رجعوا واصطدموا في عقبة العمر، راح نستثنيها، راح نوفر لهم فرصة التوظيف. أيضا المديرية العامة لشؤون الناجية سوف ضمننا فيها البحث عن المختطفات، الاهتمام بالمقابر الجماعية، إعادة التأهيل الصحي، قضايا كثيرة. طبعا أيضا شملنا الكثير من التركمان والشبك والمسيحيين أيضا في هذا القانون، أعطينا بعد للتسمية الناجيات الإيزيديات باعتبار أغلبية الناجيين من الإيزيدي. لكن يعني هنالك تفاوت، مثلا هنالك نساء تعرضن لعنف جسدي ونفسي، هنالك فقط مثلا جروح، أو يعني هذا كيف سيتم العدالة والمساواة بينهم في ضمن القانون؟ نعم ضمن طبعا القانون. أكيد القانون رسمنا الخطوط العامة بالنسبة للناجية وتعويضها. سوف يصدر تعليمات خلال 90 يوم، إصدار تعليمات لتنفيذ هذا القانون. يعني سيكون التعويض حسب الحالة، حسب الحالة. وأيضا كل ناجية، كل ناجية ينطبق عليها وصف ناجية. عرفنا في المادة الأولى من هي الناجية، ثم أضطرنا لمن تنطبق عليه شروط هذا القانون ووصفناهم. هذا القانون أنا في تصوري بالمقترحات التي عملنا عليها بجهد، إذا تم التصويت عليه من الكتل السياسية أنا أعتقد سوف يكون طيب هدية متواضعة له. بالمقترحات التي تحدثنا عنها، ربما يعني إعلاميا لا يختلف اثنان على أن الإيزيديين يستحقون أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للظلم الذي تعرضوا له، وهم مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي. هنا نتساءل، من من الممكن أن يعطل إقرار مثل هذا القانون؟ طبعا أنا لا يعني ليس بالضرورة بالتعطيل، ولكن بعض العقبات، يعني مثلا في التسمية، في بعض النصوص الموجودة، في قوانين أخرى، فبالتالي إحنا بحاجة. اليوم وصلنا إلى مرحلة نهائية،
اللي هي الوضع وضع الجدول على جدول التصويت، ولكن طبعا لم تنعقد الجلسة بسبب مسألة الاستجواب وعدم اكتمال النصاب. أكيد في الأسبوع القادم والأيام القادمة سوف يعرض، هناك وعد من الرئاسة، وعد من رئاسة المجلس النواب. طب هو من اختصاص لجنة الشهداء والسجناء ولجنة المرأة مشاركة ولجنة المرأة. حقوق الإنسان وطبعا القانونية، وإحنا نعمل عليه بشكل يعني القانون جيد. أنا أتمنى من الكتل السياسية ومن الشخصيات الحزبية والسادة النواب، هناك كثير من النواب والنائبات حقيقة متضامنين معنا، ولكن نحتاج إلى جهد. نعم هناك بعض القضايا، ولكن نحن نقدم هدية اليوم 3000 ناجية إيزيدية، لا بأس إذا أعطينا الاسم كجانب معنوي لديهم الناجيات الإيزيديات، والتضمين طيب. سوف يتضمن طيب أستاذ صائب، يعني من ينطبق أخيراً عليه وصف الناجية باختصار، هل هناك إحصائية دقيقة لعدد شهداء المكون الإيزيدي حتى الآن؟ أيضا ماذا عن مصير المختطفين؟ طبعا سؤال يعني مهم. نحن لحد الآن إحصائيات موجودة ما بين 10,000 إلى أكثر، ولكن ما هو سبب في عدم دقة هذا الموضوع؟ رجعنا إلى المربع الأول بعدم وجود مكتب للتعويضات أو دائرة للتعويضات تعمل على هذا الملف بالإحصاء والترقيم والتعويض. اليوم من 2015 مهدمة البيوت ومقتولين ومفقودين، اليوم أنا كنت أتحدث مع ناس من السنجار جايين لديه 4 مفقودين و4 شهداء لم يستلم إلى أي تعويض. هذا خلل بسبب عدم عودتهم إلى مناطقهم، بسبب أولاً مو ليس العدد، بسبب عدم وجود حكومي وحكومة محلية تعمل على فتح دائرة التعويضات واستلام تعويضات هؤلاء كشهيد كمفقود. اليوم مثلا عندنا مفقود، كيف نكيف وضعه؟ الشهيد كيف نكيف وضعه؟ بالنسبة للمختطفات طبعا قبل أيام كنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء، وقبل أيضا طالبنا من السيد الكاظمي رئيس الوزراء والسيد الأمين العام قبل أيام أن يشكل لجنة للبحث عن المختطفات. لدينا أكثر من 2500 إلى 3000 مختطف يزيدي، فبالتالي من الأهمية أن نعرف مصيرهم، هؤلاء أين، شنو مصيرهم، وأيضا نكيف وضعهم القانوني كمفقودين مغيبين حتى أهلهم يأخذون حقوقهم واستحقاقاتهم المشروعة. ممثل المكون الإيزيدي في مجلس النواب السيد صائب خضر، شكرا جزيلا. أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استمرار عمل البرلمان إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة المالية، وكان المجلس قد مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية شهرا واحدا، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للمدة المقبلة ومن بينها مشروع الموازنة الاتحادية. يأتي هذا بعد أن أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصيص مبالغ للمحاضرين والعقود والأجراء اليوميين في مشروع قانون الموازنة المالية، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها 40 لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة، إذ استضافت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق. نفط الإقليم والعقود وتخصيصات المحافظات ما تبقى أمام اللجنة المالية من ملفات عالقة إلى الآن. الاختلاف وغياب التوصل لتقارب دفع وفد كردستان إلى العودة بعد مطالبة بغداد بتسليم الملف النفطي كاملا للمركز، فيما تواصل اللجنة مناقشاتها لحسم الملفات الجدلية الأخرى. رئيس مجلس الخدمة الاتحادية في ضيافة اللجنة المالية النيابية في اجتماعها 40 لمناقشة قانون الموازنة فيما يعود وفد أقليم كردستان دون التوصل لاتفاق، كون أطرافا سياسية تصر على تسليم النفط وإدارة الحقول النفطية في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، الأمر الذي دفع اللجنة المالية إلى استضافة وزير النفط للتباحث حول الموضوع وتفعيل تراخيص الجولة النفطية الخامسة من خلال تشغيل 5 حقول في ديالة والاعتماد على الغاز المحلي بدل المستورد من دول الجوار. كان حتى الوفد مستعد لدخول الحكومة الاتحادية وهي تستلم الملف بالكامل، ولكن وزارة النفط والحكومة غير مستعدة لأنه مكلفة جدا، عقود وديون
وأرادت أو اختارت الخيار الأسهل هو استلام كمي ل 250 ألف برميل. تفعيل تراخيص الجولة الخامسة التي ستعطي واردات كثيرة من خلال تشغيل خمس حقول فقط في محافظة ديالى. 4 تريليونات دينار أضيفت إلى ملف تنمية الأقاليم في محاولة لإنصاف المحافظات المنتجة للنفط، بالإضافة إلى تكييف أوضاع العقود والأجور والمحاضرين في الموازنة، في وقت تم تخفيض الإنفاق العام إلى نحو 127 تريليون دينار. نبحث عن حلول لهذه الشرائح كافة، سواء كان المحاضرين، العقود من الكهرباء، الفاحصين، إعادة المفسوخة عقودهم، كذلك 315، هي أعداد كبيرة جدا، ما يقارب 1.5 مليون من هذه الشرائح، فهذه 1.5 مليون يحتاج إلى تخصيصات مالية. هنالك معالجات في هذا العام في الموازنة قد لا تشمل كل 1.5 مليون. ونفت اللجنة المالية النيابية ما تردد من أنباء بشأن استثناء أعضاء مجلس النواب من ضريبة الدخل المقترحة كبديل عن الاستقطاعات في موازنة 2021. مساعي بعض الأطراف تجديد الفقرة المتعلقة بإقليم كردستان في الموازنة قد يؤجل عرض مسودة القانون للتصويت على أمل التوصل إلى اتفاق بدل تقديم قانون يعتريه النقص، وفق نواب. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. خطأ فني في مصرف الرافدين يتسبب باستقطاع مبالغ مالية من رواتب بعض المتقاعدين. فيما أوضحت هيئة التقاعد الوطنية للإخبارية أن هذا الخطأ جاء بسبب حصول بعض المتقاعدين على سلف وقروض من المصرف. استقطاعات مالية دون سابق إنذار، هكذا كان شكل المفاجأة للمتقاعدين مع إطلاق رواتبهم للشهر الأول من العام الجاري، إذ تنوعت الاستقطاعات المالية من متقاعد لآخر، لكن استياءهم مما جرى لم يختلف وكان متشابها. أصحاب منافذ التوزيع وصفوا الأمر بما يلي: متقاعد إجا يستلم راتبه فتفاجأ بالقطع، قاصين من عنده من راتبه مال شهرين زين، ويعني أغلبية المتقاعدين قاصيهم زين، مال شهرين قطع، مال شهرين ما ليش ما حد يعرف، على أساس اللي ماخذ سلفة من المصرف قاصي مال شهرين زين، واللي ما ماخذهم قاصي. راحوا للتقاعد العامة قالوا لهم احنا يابا يعني ما يطوهم نجدة، يقول مو يمنا يم الرافدين، ياخذ يطب لي استقطاع شريط مالته 100 ألف، 200 ألف، 200 وكسر، يعني جان واحد قطعة 250 ألف، لا ماخذ سلفة ولا هاي، رواتبهم اعتيادية، ذاك الشهر استلموا من عندنا اعتيادي، قالوا هذا الاستقطاع خطأ من التقاعد. مع ضجر المتقاعدين ورفضهم التحدث وتوجيههم اتهامات للمؤسسات المعنية وعلى رأسها هيئة التقاعد، توجهنا للأخيرة لبيان تفصيلات ما جرى، وتبين التالي: إدارة التقاعد ما تستقطع أي مبلغ من الراتب التقاعدي. خطأ صار لدى أحد المصارف بالتحديد، يعني مصرف الرافدين، هنالك أعداد من الأخوة المتقاعدين مقترضين يعني من ذات المصرف سلف وقروض وما شابه، تم تنفيذ استقطاع متكرر عليهم بشكل مضاعف. لا يحتمل المتقاعدون مزيدا من المفاجآت بسبب خطأ هنا أو هناك، خصوصا إن كانت تلك المفاجآت تتعلق برواتبهم وليس رواتب موظفي المؤسسة التي تسببت بهذه المشكلة. من هيئة التقاعد الوطنية في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، نتابع هذا الموضوع مع مدير عام مصرف الرافدين أستاذ حسين علي محسن. أستاذ حسين، أهلا بك. يعني الخلل الفني ربما هو الأول من نوعه، خصوصا من مصرف الرافدين، يعني كيف تعللون ذلك الخلل الذي مس رواتب شريحة مهمة ورواتب لا ترتقي ومستوى السنوات التي خدمها المتقاعد في الدولة؟ يعني هل تجدون أن وجود سلف بذمة البعض يعني عذر مقنع لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا لقناة الشعب، والتي دائما هي سباقة في نشر الأخبار الحقيقية
والاستفسار من المصدر ودون الرجوع إلى ما تتناقله بعض الوسائل. أولا، لا دخل لمصرف الرافدين بالاستقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين. رقم اثنين، ما حدث اليوم من خطأ ناتج عن وجود خلل في سيستم شركة البطاقة الذكية. غير هذا ما أقدر أقول. أرجع أكتب على الموضوع إذا عندي شيء سؤال. نعم، يعني لكن التقاعد العامة عزت استقطاع رواتب المتقاعدين إلى الخلل الفني في مصرف الرافدين. أنا لازم أوضح. نعم. أمامكم أمام السادة المشاهدين أن عملية رفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين تتم من خلال رفع البيانات من الدوائر المستفيدة إلى مصرف الرافدين. تمام. ومن ثم ترفع إلى الشركة العالمية للبطاقة الذكية. وهنا أوضح بأن المصرف هو وسيط نافل لا أكثر ولا أقل، وأن ما حدث اليوم هو نتيجة لوجود هذا الخلل بالشركة العالمية للبطاقة الذكية. طيب، والدليل على ذلك نعم والدليل على ذلك تم تزويد مصرف الرافدين بكتاب من الشركة العالمية للبطاقة الذكية يؤكد بأن هناك خلل لديهم وسيتم معالجته وإعادة رواتب المتقاعدين. وقد أبلغنا اليوم من الشركة بأنه تم إعادة المبالغ المستقطعة إلى المتقاعدين. هذا دليل بأن مصرف الرافدين لا علاقة له في عملية. طيب، حضرتك يعني ذكرت أنه تم إعادة المبالغ. طيب، هنا المتقاعد سيدفع أجور الاستقطاع مرة أخرى، يعني ما ذنب أن يتحمل المتقاعد هذا الأمر؟ تمام، إجابة على سؤال جناح. مرة ثانية أعيد الكلام، مصرف الرافدين لا علاقة له في عملية استقطاع الرواتب من المتقاعدين والموظفين. طيب، هنا الشركة من مسؤول عنها؟ من الممكن أن يحاسبها لهذا التقصير؟ طبعا جنابكم عقد بين مصرف الرافدين والشركة والبطاقة الذكية. على أثرها راح تصير. وأنا وجهت الموظفين بالتوجه إلى البطاقة الذكية لسبب اللي صار ومحاسبة المقصر. نعم، إذن كان معنا مدير مصرف الرافدين الأستاذ حسين علي محيصن، شكرا جزيلا لك. إلى جانب عمليات تحديث سجلات الناخبين، تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان أصوات عراقي الخارج من خلال فتح مراكز تسجيل في 21 دولة بالتنسيق مع سفارات العراق، فيما حددت 35 يوما لتحديث سجلات الناخبين عبر المراكز التي ستفتتح في تلك الدول. 21 دولة عربية وأجنبية تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع السفارات العراقية فيها من أجل فتح مراكز لتسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تبدأ بالتسجيل والتحديث وتنتهي بالبطاقة البيومترية، والتي جاءت ضمن قانون الانتخابات لسنة 2020 الذي منح العراقيين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات النيابية. وضع آلية جديدة، وهي حتى لا يكون هنالك فرصة للتلاعب أو تغيير أصوات الناخبين في الخارج كما يحصل في أغلب الانتخابات السابقة، كون الآليات كانت تختلف عما يجري في الانتخابات الداخل. فبالتالي تم فرض بطاقة الناخب البيومترية حصرا للناخبين الذين يرغبون المشاركة في الانتخابات المقبلة. 35 يوما هي المدة التي حددتها المفوضية لتحديث سجلات ناخبي الخارج عبر المراكز التي ستفتح في دول عدة. نسبة المغتربين في الخارج نسبة كبيرة، وهذه يعني الحقيقة حتى لا نحرمهم من هذا الحق، الحق العراقي موجود سواء في الداخل أو الخارج. فهذه الآلية إذا انضمنت في بيئة أمينة ممكن أن تنجح هذه العملية وتكون أنه شفافة عن طريق السفارة. هذا وسيشهد 10 من تشرين الأول المقبل الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن طلبت مفوضية الانتخابات التأجيل لأسباب فنية.
آلية جديدة وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانتخابات الخارج، الهدف منها ضمان نتائج تلك الانتخابات والمشاركة الواسعة. هبة سودانية، العراقية الإخبارية، بغداد. في إطار الدعم الدولي للعملية الانتخابية في العراق، قدمت الصين عبر سفارتها لدى بغداد مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والشاشات الذكية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مبادرة لدعم جهود إنجاح الانتخابات المبكرة وإزالة بعض العقبات التي تواجه عملها. مفوضية الانتخابات تتسلم أكثر من 140 حاسوباً و21 شاشة عرض ذكية مقدمة كهدية من الحكومة الصينية. مراسيم التسليم جرت داخل مبنى المفوضية بحضور السفير الصيني في العراق. مجلس المفوضين رحب بالمساعدة الصينية وعدها خطوة تصب في صالح تطوير عمل المفوضية. الحاسبات هي ستوزع على المكاتب الانتخابية وعلى الأمانة العامة ودائرة الأحزاب والمكتب الوطني لما تقدمه من مساعدة في الجانب الإداري والفني الذي نحن الآن بصدده. كذلك الشاشات التلفزيونية سوف تقوم بشركة هواوي بتنظيمها على هيئة دائرة تلفزيونية مغلقة. السفارة الصينية أكدت أن هذه المساعدات هي وجبة أولى وستليها وجبات أخرى حسب احتياج المفوضية، إلى جانب الاستمرار بالدعم الفني والمشورة من أجل مساعدتها في إنجاح عملها في إجراء الانتخابات المبكرة. هذه المساعدات قدمت إلى المفوضية حسب حاجتها، لدينا تنسيق متواصل معها وتصور كامل لعملها. قدمنا 21 منظومة اجتماعات افتراضية وسنقدم وجبات أخرى لمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات المبكرة. ويأتي تعاون المفوضية مع الجانب الصيني ضمن مساعيها الرامية إلى العمل مع المنظمات والبعثات الدولية ومد جسور التواصل معها لرفض المفوضية بالمشورة الفنية وتنظيم عمل المراقبين الدوليين الراغبين في مراقبة الانتخابات المبكرة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن في الاستوديو مسؤول إعلام دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات السيد علي عباس فاضل. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ. بداية الكريمة ومشاهديكم الكرام، تحية لك. بداية، في موازنة بين عدد الأحزاب المجازة والأحزاب المسجلة نجد أن هناك فرقا يحيلنا إلى التساؤل عن الشروط التي تضعها المفوضية لقبول الأحزاب. الحقيقة هذا السؤال يعني مع أنه ما يدخل في اختصاص دائرتنا، نعم، دائرتنا تختص بتسجيل الأحزاب والتحالفات، نعم، لكن بالنسبة إحنا بصورة عامة الشروط اللي وضعتها المفوضية للأحزاب هي ذات الشروط القديمة، أكو فارق بها، لكن أهم الشروط إحنا باختصاصنا أنه الأحزاب التي تروم للدخول بالانتخابات أن تكون قد حازت على إجازة تأسيس رسمية صادرة من المفوضية وبالأخص من دائرة شؤون الأحزاب. نعم. الحزب من يحيز على هاي الإجازة يكون قد قطع شوط كبير في هذا المجال. بعد ذلك هناك بعض الشروط وتطلبات العمل السياسي أن الحزب أيضا يعني يصار إلى عقد مؤتمر تأسيسي ينتخب به قيادات الحزب، بذلك قد يكون قد استوفى هذه الشروط، يجوز إلى يدخل بالانتخابات. طيب. عن طريق الترشيح في قوائم. نعم. عن طريق. نعم. مكاتب انتخابات. طيب أستاذ علي، ضعنا في إحصائية حتى هذه اللحظة بالنسبة للأحزاب المجازة المصادق عليها من التحالفات طلبات التسجيل وأيضا الأحزاب التي أبدت الرغبة في المشاركة في الانتخابات. الحقيقة الأحزاب المجازة إذا نأخذ فترة عمل دائرة أحزاب شؤون سياسية اللي بدأت تقريبا 2016 لحد الآن، لحد هذا اليوم احنا 235 حزب سياسي مجاز نال إجازة تأسيس رسمية. اما الاحزاب اللي تقصدوها احزاب اللي اكو احزاب قيد التسجيل، نعم، اللي هي يبلغ تقريبا عدد 69 حزب. والتحالفات السياسيه، التحالفات السياسيه اكو تحالفات سياسيه يعني صارت او عقدت بال2018 انتخابات 2018 هاي يعني هي مجموع التحالفات السياسيه 27 تحالف. نعم. من ضمنها 25 تحالف قديم
بال 2018 وتحالفين جديد حاليا هنا صادقا عليهم. نعم. نالن شهادة مصادقة من مجلس المفوضي. طيب يعني هل هنالك إمكانية لتمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية في حال أنه هنالك مثلا لم يسعفهم الوقت؟ يعني كيف من الممكن أن يتداركوا هذا الأمر؟ ستي العزيزة، يعني هو أصلا يعني من سابق الأوان هذا السؤال، إحنا سمستمرين إن شاء الله في تسجيل الأحزاب السياسية وتسجيل التحالفات. المدة مفتوحة إن شاء الله يوم 10/2 تبتي. نعم. هاي الفترة مو بإمكان أي حزب سياسي أن أو تحالف سياسي أن يراجع الدائرة ويسجل تحالفة. يعني بصورة عامة يعني تقريبا هي الفترة يعني محددة، لأن إشارة إلى بيان المجلس المفوضين الذي شد الأمس حقيقة صدر من شخص رئيس مجلس المفوضين موقر، أنه الفترات هاي تقريبا نهائية بالحظ أنه موعد الانتخابات اللي هو موعد أقر مجلس الوزراء هاي فترات نهائية. هل هنالك أحزاب انسحبت من ال... أكو طبعا أحزاب انسحبت وعندنا إحصائية بها. نعم. هاي فشي طبيعي بالعمل السياسي. طيب أستاذ علي، ذكرت أنه إلى 10 من شباط الموعد النهائي لتسجيل. نعم. الأحزاب، هذا يعني بالوضع الطبيعي يدفع الأحزاب إلى المسارعة في تسجيل يعني في نهاية الدوام الرسمي اليوم 3 شباط يوم أمس، أنه الأحزاب طلبات التسجيل للأحزاب والتحالفات هي صفر. طلبات التسجيل للأحزاب يختلف عن طلبات التحالفات. نعم. يعني احنا قلت لك عندنا 235 حزب مسجل، ربما اكتفوا، لكن عندكم 121 حزب مرفوض. الرفض هذا الرفض لأنه أكو يعني أسباب موضوعية وأسباب شكلية ما حققوها. نعم. بس احنا بالمناسبة تسجيل الأحزاب مستمر، يعني ما له فترة تسجيل الأحزاب وليس تسجيل التحالفات. انا اتحدث عن اقبال الأحزاب على التسجيل. قصدك ابداء رغبة او قصدك دخول الانتخابات؟ ابداء الرغبة في المشاركة بالانتخابات من خلال التسجيل. هذا الموضوع صح نحتاج تقييم لهذه النقطة. والله استاذ هذا شأن حزبي حقيقة. نعم. احنا دائرتنا مختصة بالتسجيل بالمتابعة وتقييم الأحزاب، يعني عمل الأحزاب هذا بقى شأن حزبي. هو شو وقت يجي يبدي رغبة شو وقت يعني هذا احنا اللي عندنا انه عندنا فترات ومدد محددة فرضها علينا. نعم. هذا راح يكون موقفكم من نقطة أخرى، وهو بتقييم الإقبال على التسجيل، هل هناك إمكانية للتمديد تمديد التسجيل إلى ما بعد 10 من شباط؟ أرجع أقول لك هذا مسألة التمديد هو اختصاص دوائر أخرى بالمفوضية وسابق الأوان حقيقة. إحنا سنستمرين إن شاء الله بالتسجيل، ونتمنى ونترجى من الأحزاب والشخصية والتحالفات أن تجي تبدي الرغبة وتسارع بهذا الشيء حسب بيان مجلس المفوضين اللي صدر البارحة. طيب يعني هنالك جهود للمفوضية بفتح مراكز تحديث في 21 دولة، يعني هل تواجهكم مطبات في هذا الأمر، بالأخص أن هنالك دول يعني أغلقت تماما بسبب وباء كورونا؟ الحقيقة أصلا مسألة أنه فتح مراكز تسجيل ناخبين في الخارج أيضا اختصاص دوائر أخرى في المفوضية، لكن في حدود علمية باعتبار إحنا مدير يعني عام. باعتبارك أنه أنت جزء مهم من المفوضية. نعم. إحنا نحكي باختصاصاتنا ست، يعني إحنا نحكي أنا متحدث أو مسؤول إعلام دارة الأحزاب، لكن بحدود علمية. وإحنا مدير العام دارة شؤون الأحزاب الدكتور أيمان تحسين عضو في هذه اللجنة، لجنة انتخابات الخارج. هناك تفاهمات جيدة حقيقة مع وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات بالخارج، هناك تفاهمات جيدة ومطمئنة بهذا الصدد. نعم. طيب أستاذ علي، بالنتيجة بتقييم لمستوى الأداء حتى هذه اللحظة، كيف تنظر إلى مستوى تعاون مؤسسات الدولة معكم في مجال تسهيل عمل دائرة تسجيل شؤون الأحزاب في المفوضية؟ والله أنا شكرك على السؤال حقيقة، سؤال جدا. نعم. مهم. يعني المفوضية حقيقة تسول تجول في هذه الفترة وفي هذا السحاق الانتخابي. نعم. المهم جدا والمفصلي، فإحنا نترجى التعاون التام على مستوى الفعاليات الشعبية والفعاليات الرسمية. نحتاج إلى تعاون الحقيقة، هذا السحاق الانتخابي مهم جدا ويحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية لإنجاحها، ونتأمل. وبالأخص أنا أشدد على مسألة أو موضوعة المراكز التسجيل وشغلهم وفرق الجوالة. نعم. الحقيقة هؤلاء يعانون معاناة شديدة لأن يتنقلون بين الأحياء السكنية. نعم. ويتنقلون بين الدوائر المؤسسة، فنترجى أنه تعاون يكون تام معهم والتعاطي معهم بتعاطي إيجابي لغرض تأكيد إنجاز هذه المهمة. مسؤول إعلام دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات السيد علي عباس فاضل، شكرا جزيلا لك. شكرا.
مشاهدينا، وبالعودة إلى ملف الموازنة وأيضا الملفات العالقة مع أقليم كردستان، ينضم مباشرة من كربلاء المقدسة النائب عن تحالف سائرون رياض المسعود. سيادة النائب أهلا بك، يعني هل أرسلت اللجنة المالية نسخة من تعديلات التي أجريت على الموازنة لإطلاعكم عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي الكريمة من خلالك إلى زميلك في الاستوديو وحضرتكم إلى مستمعي ومشاهدي العراقية الإخبارية الكرام. يعني نعم، اللجنة المالية قد بذلت جهود مضنية خلال أكثر من 38 جلسة، ولحد الآن لم يتم حسم جميع القضايا المهمة والعالقة في هذه الموازنة. ما تم إنجازه أكثر من 95%. هناك بعض التحديات والنقاط الأخيرة في مقدمتها موضوعة حصة إقليم كردستان ومستحقات سابقة، فضلا عن إمكانية التشاور مع الحكومة لإضافة درجات خاصة. يعني أستاذ رياض، بالنسبة لموضوعة إقليم كردستان، يعني اجتماعات مستمرة ولا حلول لحد الآن مع الإقليم، ما هي شروطكم؟ ما هي مطالبكم؟ أبدا لا يوجد شروط، وإنما هي متطلبات إنجاز قانون الموازنة، تطلب أن يكون ضمن الفتوى الدستورية، بينما البعض يذهب باتجاه حلول سياسية. الجميع يعلم أن الحل السياسي يعني صراحة قد يكون مرضي لبعض الأشخاص وقد يكون مرضي لأشخاص أخرى. لذلك لا زال الأخوة في كردستان بذلك المطالب السابقة، وبالتالي هنالك ضغط سياسي على جميع الأطراف بضرورة أن يعني يتم الاشتراك بمنطقة أو مساحة مشتركة بين الطرفين، لأنه قضية الموازنة قضية مهمة يرتبط فيها يعني مصالح الشعب العراقي بأجمعه. حتى في كردستان هم يعانون صراحة من ضائقة مالية حقيقية، وبالتالي تأخير إقرار الموازنة أو إقرارها بالأغلبية السياسية دون توافق بين أغلب القوى السياسية لن يكون طبعا نفعا في هذه المرحلة. لذلك أنا أعتقد ليس فقط ما يتعلق بإقليم كردستان، وإنما بتوفير الدرجات المالية، بتقليل نسب العجز المالي المتوقع في هذه الموازنة، هذه كلها صراحة تحديات كبيرة. طيب، يعني موقف الكتل السياسية لحد الآن حول الموازنة يعني غير واضح، ودائما ما تتحدث وزارة المالية عن اتفاق مع رؤساء الكتل على صيغة الموازنة، يعني هل سيتم التصويت عليها أم سنشهد جلسات مطولة قبل التصويت؟ يعني مجلس النواب اليوم هيئة الرئاسة طبعا أتاحت استمرار الجلسات، وبالتالي لا خوف من وجود عطلة تشريعية من المجلس. الجانب الآخر ينبغي التذكير أنه القوى السياسية لها تمثيل في اللجنة المالية، وبالتالي أي قرارات تتخذ من قبل اللجنة المالية ستكون القوى السياسية مطلعة عليه بشكل كامل. أنا أعتقد أن الأيام المقبلة يعني الثلاث إلى خمسة أيام ستكون يعني إن شاء الله كفيلة بحلحلة النقاط العالقة في داخل اللجنة المالية، وبالتالي يتم دفع بهذه الموازنة مستودة اللجنة المالية إلى القوى السياسية ولا مجلس النواب العراقي لتهيئة الأرضية أمام القوى السياسية وامتدادات المجلس للتصويت على هذه الموازنة، لأنه الذهاب فيها بشكل سريع قد يؤدي إلى عدم التصويت على بعض الفقرات، وبالتالي تأخير في إنجازات الموازنة. طيب، يعني غير موضوع إقليم كردستان، هل هنالك نقاط أخرى جدلية غير متفق عليها لحد الآن؟ نعم، لأنه بموجب المادة 62 سيدتي، مادة 62 ثانية من الدستور، دور مجلس النواب هو أما المناقلة بين الأبواب والفصول أو تخفيض مجمل الموازنة. أما زيادة في هذه الموازنة أو في استحداث بعض الفقرات فيتطلب تشاورا مع الحكومة. لذلك هناك رغبات يعني من الأخوة في اللجنة المالية من مجلس النواب العراقي لإمكانية إضافة درجات وظيفية في الحذف والاستحداث، أو درجات يعني توفير أموال لعقود التنمية 15 وحملة الشهادات العليا وفيما يتعلق بموضوعة العقود، وبالتالي هذه صراحة تستلزم التشاور الجدي مع الحكومة لتوفير أموال مناسبة لهم. نحن لا نرغب أن نسير وفق قاعدة الأذرع بين المجلس وبين الحكومة، ينبغي التكامل بين الحكومة وبين المجلس لغرض الوصول إلى قراءات حقيقية تكون ناجحة لجميع الأطراف. نحن نعلم
ما يمر به البلد بشكل جيد، ولذلك ينبغي أن لا يتم زج الموازنة بالمهاترات أو الصراعات السياسية. نعم. ينبغي إيجاد موازنة مهنية واحترافية. طيب، في حال أنه تم التصويت على هذه المؤشرات في اللجنة المالية، هل سيتم التصويت عليها في مجلس النواب؟ يعني لا شك أنه اللجنة المالية هي اللجنة القطاعية المختصة في هذا الموضوع، مع لجان ساندة في مقدمة اللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ومتابعة البرنامج الحكومي. ولكن كون هذه اللجنة ممثلة لأغلب القوى السياسية، فضمن المؤشرات المتاحة حاليا بحال أن تم تمريرها بأغلبية واضحة في اللجنة المالية، بكل تأكيد سوف يتم تمريرها في مجلس النواب العراقي بشكل سريع. أنا أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في موضوع الموازنة الاتحادية لعام 2021. طيب يعني أستاذ، هل ستعودون إلى التصويت وفق نظام الأغلبية بعيدا عن التوافقات، أم ما زلتم حريصون على التوافق؟ لا شك مجلس النواب العراقي بجميع قواه السياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على اللحمة الوطنية وعلى الحفاظ على يعني التعاون بين القوى السياسية داخل مجلس النواب، وبالتالي لا شك هنالك إرادة حقيقية على تحقيق أعلى وأكبر قدر ممكن من التوافق فيما يتعلق بهذا الموضوع. موضوع الموازنة موضوع حساسة مهمة ترتبط ب قضايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، مع التأكيد أن العراق مقبل على إجراء انتخابات فضلاً عن وجود جائحة كورونا. بالتالي هذه المتغيرات تستلزم من جميع الأطراف السياسية أن ترتقي وتكون بقدر أو تكون على قدر عالي من المسؤولية لغرض الوصول إلى قناعات مشتركة. كلما كان هناك اقتراب وقناعات مشتركة حقيقية تمضي الموازنة بشكل سهل ومن ثم تنفيذها، وليس فقط المهم أن يتم التصويت، وإنما المهم هو توفير البيئة المناسبة للحكومة العراقية للنجاح في تطبيق وتنفيذ هذه الموازنة. نعم، النائب رياض المسعودي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. في مستجدات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1150 إصابة جديدة. بيان للوزارة أكد أيضا تماثل 1090 حالة للشفاء في جميع المحافظات، فيما بلغت الوفيات 12 حالة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأكدت وزارة الصحة زيادة عدد الفحوصات المختبرية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا. الوزارة بيّنت أن مختبراتها أجرت أكثر من 50,000 فحص في العراق خلال 24 ساعة الماضية، في زيادة كبيرة عن الأيام الماضية، مضيفة أن مجموع الفحوصات التي أجريت منذ تفشي الوباء وحتى اليوم تجاوز 5,800,000 حالة. إلى ذلك، نفت وزارة الصحة إصدارها كتابا يخص فرض حظر جزئي على التجوال في البلاد لمدة أسبوعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع، مؤكدة أن القرارات الخاصة بجائحة كورونا تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وببيانات رسمية تنشر فقط عن طريق الوسائل المعتمدة. الوزارة دعت في بيان لها المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى أخذ المعلومة من مصدر الرسمي الموثوق به، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه بث الشائعات ونشر الكتب المزورة. استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا قد يدفع باتجاه العودة إلى إجراءات الحظر وغلق المرافق العامة، وفيما ألقت الصحة باللائمة على المواطنين لغياب التزامهم بإجراءات الوقاية، أكدت أن العراق ضيع فرصة السيطرة التامة على الوباء. إلى دائرة الخطر والعودة للحظر، تسير الأمور بعد الارتفاع الملحوظ بنسب الإصابات بفيروس كورونا،
فالتهاون بالإجراءات الصحية والوقائية أدى بالنتيجة للعودة إلى المربع الأول من الإصابات. لاحظنا اليوم استهانة المواطن أدت حقيقة إلى ضياع منجز كبير لوزارة الصحة والحكومة في سبيل السيطرة على هذا الوباء. بعد أن سيطرنا بشكل كبير، نسبة الإصابات كانت قليلة جدا، يعني تقريبا كانت عدد الإصابات هي 1.5% من عدد الفحوصات، ولكن نلاحظ اليوم هناك زيادة 2.5% وقد تزيد عن ذلك في الأيام القادمة. الصحة تتوعد بإجراءات صارمة بحق كل من يخالف التعليمات النافذة، كون المرحلة المقبلة تعد الأخطر، خصوصا بعد ظهور السلالة الجديدة من الوباء في عدد من الدول المجاورة. كلام السيد الوزير أمس واضحا وصريحا وحذر بشكل مباشر، وإذا استمر هذا الوضع من عدم الالتزام واستمرار تسجيل الإصابات بشكل متزايد، لن تتردد الوزارة بالتوصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإعادة فرض إجراءات مشددة ومن ضمنها حظر التجوال أو غيره. وتؤكد وزارة الصحة ومن خلال اجتماعها مع منسقي الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية، وأن يتم التعامل بشكل جاد مع خطورة الموجة الثانية من الفيروس، فضلا عن الحث على زيادة الوعي المجتمعي والتعريف بأساسيات الوقاية، منها ارتداء الكمامات والتباعد البدني وتجنب التجمعات بمختلفها. من بغداد، سجا جاسم، العراقية الإخبارية. مشاهدينا، قبل الختام تذكير بالعناوين. في نصب الشهيد، تشيع الرسمي ل 104 شهداء إيزيديين، والرئيس صالح يعد الجرائم جرحا لكل الوطن. الحلبوسي يعلن استمرار عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة وتخصيص مبالغ للمحاضرين والعقود والأجراء. أغلبية المتقاعدين قاصيهم زين، ما شهرين قطع، ما شهرين ما ليش ما حد يعرف. المتقاعدون يتفاجؤون باستقطاعات في رواتبهم، والهيئة توضح وتعزو السبب لخلل فني بمصرف الرافدين. في 21 دولة المفوضية تستعد لفتح مراكز لعراقيي الخارج، والصين تقدم أجهزة حديثة لدعم الانتخابات. النشرة انتهت، شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله وحفظه.